نظمت شركة دايركت ماركتينج وبالتعاون مع أندية لبنانية فيتنس أكاديمي تور بالفورم دو بيروت. بلت الايفنت از ان ايفنت بينعمل بديفرنت كلوبس لايك ا تور على 15 كلوب، وصرنا نطورها كل سنه نكبر 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 لو وصلنا مثل السنه عملناها بالفورم دو بيروت. وي ار بروموتينج انه بيبل تو بي اكتيف. 20 شركه ونادي متخصص عرضوا منتجات تعنى بالرشاقه، كما كان هناك مشاركه كبيره لاهم المدربين المتخصصين بمجال الايروبكس والفتنس. نعطي صفوف international classes إذا بتكون، وعنا variety بالأساتذة وكمان بالصفوف. اللي بيقصدنا أول شيء اللي هني بس بيجوا ليعملوا صف ويفلوا، ما بيهمهم machines، ما بيهمهم big gyms، ما بيهمهم نوادي كبيرة، بس بدي أجي أعمل صف وفل. جانس كلاب بيروت بيقدم أفضل أنواع البروغرامات لكل شيء فتنس. عنا classes، swimming pool، gym، سونا، كل هالاشياء الفاسيليتيز اللي بتخلي الجيست من اول ما يفوت لعنا يفوت ببروجرام فل متكامل. هلا شادي حاتم بيتي كلينك مسميها عندي، هو مش نادي، هو عياده علاج فيزيائي، بس نحن عم بقدم كمان اشياء خاصه بالرياضه، عم نقدم كل شيء خاصه بالبيرسونال تريننج اسسمنت فيتنس اسسمنت، يعني بنعطي بروجرام للشخص. اختصاصيي التغذية قدموا للزائر نصائح عديدة خاصة مع قدوم فصل الصيف. موجودين هون لنشجع العالم تتبع نظام غذائي كتير صحي، لأن مثل ما منعرف بهالأيام صار كل شيء فاست فود على السريع بمطاعم، فكتير مهم نحافظ على الوجبات الأساسية يلي هي الترويق الغداء والعشاء، وأكيد ناخد سناك معهم. الألبسة الرياضية ضرورية، ولكن علينا أن نعرف كيف نختارها. كتير مهم اللي بيعمل سبور ينقي تيابه اللي لازم يعمل فيهم سبور. بعتنا من البرازيل وشجعوا البرازيل بالمونديال. حتى النساء الحوامل بإمكانهم يمارسوا الرياضة، طبعا بعد استشارة الطبيب المتخصص. أنا بالشهر السابع وبنصح كل مرة يعني من أول الحمل تمارس وتكفي رياضتها، أفضل لإلها وللبيبي. بيأكدوا المنظمين بأن الهدف الأساسي لإقامة هيك نوع معارض هو لتعريف المواطن على الرياضة وعلى أهمية ممارسة أي نوع رياضة، لأن بيقولوا وبيأكدوا أنه ممارسة الرياضة بشكل منظم بيبعد الأمراض وبيساعد على إراحة الجسم وأبعاده للعديد من السموم.